شغل الناس من امبارح. والتعاون السعودي الان اعلن انه كارتيرون تعاقد معاه لمده عامين. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان احنا زي انا قلت قبل كده استاذ احمد، الرياضه دائما بتخدم السياسه. واحنا اديت مثل انه في الخلافات اللي كانت بين امريكا وبين الصين حلتها او حلها ماتش بينج بونج. نعم. واحيانا الرياضه بتفسد السياسه. وديلي على كده الدولتين اللي حاربوا بعض، مش عارف السلفادور فين، في امريكا الجنوبيه. تمام. احنا علاقتنا بالانديه السعوديه علاقات متميزه. يعني مثلا يعني في البطوله اللي هي بتاع السوبر الرئيس احنا رحنا سافرنا. نعم. ولعبنا الماتش في ظروف صعبه وكسبنا الحمد لله. نادي الشباب السعودي، انا بديك نموذج، نادي الشباب السعودي كان عندنا مدرب راح اتعاقد معاه. فجينا برئيس النادي استاذن ومن فضلكم منتهى الادب والاحترام، وانا اعوض نادي الزمالك باي مبلغ، قلنا له متشكرين، العلاقات اللي بيننا ما فيهاش ده. هي دي العلاقات اللي بين الناس. انما حضرتك لما يكون عندك مدرب واخد كل مستحقاته وناجح وعندك بطوله بعد شهر، تمام، ونخش شغل قرصنه. ليه قرصنه؟ يعني طبعا قرصنه. انا هديك مثل. انا فكرك بس يا استاذ احمد، كان في ولد محامي اتمسك في مطار بتاع جده، كان معاه البرشام المخدر ده لو تفتكر. والقانون اتطبق، الكاميرات جابته، وانت عارف هناك ما عندهمش هزار في القانون. تمام. فالاخوه بتوع 6 ابريل هنا ومرات الولد حصروا السفاره السعوديه. تاني حصروها، وقله ادب وبزقات وشتيمه، كان انا السيد احمد قطان. هو قطان السفير. السفير. نعم. انا عندك انت طلعت معاك انت، خلي بالك. وقلت لهم لا. السعوديه لما تطبق قانون، القانون لما بيطبق على الناس كلها، طب انا بطبق قانون مصر على السعودي هنا. ازاي رايح السفاره السعوديه، وازاي ازاي تغلط في الناس اللي هناك والملك والولي، الكلام اللي كانوا بيعملوه. تمام. ليه؟ لان انا شايف العلاقات المصريه السعوديه والاماراتيه والكويتيه والبحرينيه من زمان. خلاص ما تبوظهاش بقى مدرب. خالص. لا يعني اللي حصل حضرتك بتصفه انه قرصنه. قرصنه طبعا. ليه؟ راجل عقده ساري. وهو اللي ألح، احنا كان عندنا كورونا في البلد كلها. نعم. تمام. انا ما كنتش اضمن الدوري هيستكمل ولا ما يستكملش، هو طبعا الغالب ما كانش هيستكمل. تمام. ومع ذلك لما قال عايز اعمل عقد جديد، اعمل عقد جديد، انا بقيت مندهش. نعم. طب خلاص نعمل عقد جديد، واحنا ظروفنا لو الدوري حتى ما استكملش السنه دي يبقى 3 أو 4 أشهر دول حتى حصل مشكله ادفعهم انا. تمام. والمبلغ اللي طلبه انا عديته له. خلاص. وكان فرحان لغايه اول امبارح. ما ينفعش انت عندك بطوله مهمه جدا سعوديه او للاهلي اللي هي ابطال. نعم. الدوري. نعم. خلاص. ما ينفعش يبقى عندك البطوله دي وبعدين تيجي بالليل تصحى تقول لي انا عايز امشي. وخدوا الشرط. هو كلم جدا. حضرتك ولا اتكلم امير؟ لا هو ما كلمش، انا هو بعت رساله للامير قال له انت صاحي ولا لا، فامير رد عليه. تمام. قال له عايز اشوفك حالا. حالا. فامير راح له الفندق، كنا الساعه 3 الصبح. فقال له انا خلاص ماشي بكره، وانا تعبان، وانا نفسيتي، وانا اولادي، وفرنسا فيها مشاكل. الكذب اللي حصل ده. وده برضو كذب، خلي بالك. ليه؟ لانك عيب انك تكذب قدام ملايين المصريين والعرب. وانا كنت متصور بعد اللي حصل امبارح ان السعوديه فعلا فيها ناس حكام محترمين، وفيها وزير شباب محترم، وعلاقات محترمه، يقول له السيد محمد القاسم رئيس النادي بتاع التعاون لا، ما ينفعش نخسر على الاقل 50 مليون مصري باللي انت عملته دوت. يعني بس ده احتراف، يعني دي كوره فيها احتراف. يعني واحد يا فندم، في انا قلت لك في احترام الاحتراف. خلي بالك. وفي نادي تاني كان بيصرخ من شويه من الاحتراف بس دوت. هو جاله عرض اكتر من الزمالك مرتين ثلاثه يا باشا، على الاقل انت عندك عقدك. تمام. ما ينفعش، انا اسف يعني، ما ينفعش زوجه متزوجه وبعدين فجاه تقول عندها جايب لها عربيه وجايب لها فيلا وجايب لها شيء، وتقول له لا يلا طب طلقني بقى ولا ارفع عليك قضيه خلع، اصل انا جاي لي واحد بيدفع اكتر، ده الاحتراف. لا لا مفيش الكلام ده. في العلاقات بين، بقول لك تاني، علاقات بين الدول المحترمه لا تضر الرياضه بهذا الشكل. تمام. وعشان كده انا بكلم المسؤولين المحترمين في الدوله السعوديه المحترمه اللي احنا والله يا استاذ احمد لما بنسافر مش عايز اقول لك المقابله بتبقى ازاي. ناس محترمين، شعب وحكومه وولي عهد راقي جدا. بس مفيش تدخل حكومي في الرياضه، ممنوع. يا فندم مش تدخل حكومي. انا بقول لك لما يجي مدرب، لما يجي حد، انا خد مني العكس. لا يعني معلش، رئيس نادي التعاون مفيش اي اتفاق معاكم، تواصل معاكم يا جماعه من بدري السنه اللي فاتت؟ بس
بص، رئيس نادي التعاون لما طلب مصطفى فتحي احرف لاعب عندي وجالي فيليتي في مارينا، انا اديت له مصطفى فتحي نفس رئيس النادي ده. قلت له اتفضل بادب واحترام، والله المبلغ كذا لا كذا اللي هو قاله انا مشيته. ليه؟ زي ما بقول لك دايما العلاقات، دايما السياسه بتلعب دور. ليه؟ طب انا عندي مثلا بيجي لي يعود للعيبه عندي في تركيا او قطر. لا لا مش هيروح، ما يروحش. لا انا بقول لك اهو مش هيروح. يروح فين؟ لا 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 ما عنديش الكلام ده. تمام. فانا بقول تاني اهو، كنت اتمنى ان السيد محمد القاسم رئيس نادي التعاون، ليه بقى؟ لان برضو اللي ضايقك اكتر انه يكلم حضرتك. لا جرد بقى خلاص. خلاص انت عملت الفيلم ده من ورانا ماشي. خلاص يا عم، جه مرتضى منصور قال للراجل المدرب بتاعه طب من فضلك اللي انت خطفته، طب بعد اذنك نستاذن رئيس النادي اللي انت رايحه في الشهر ده، وبدل ما نتكلم في شهر شهرين شرط جزائي. لا من فضلك انا مش عايز شرط جزائي، استاذنه لان الدوري هيبدا عندهم حوالي 15 او 20 10 لسه. تمام. واحنا القصه دي كلها تنتهي 2 نوفمبر. تمام. فانا قلت طب استاذن حضرتك روح خد يعني فرصتك وارجع لي. فالتاني قال له لا لا، يبقى انت المقصود احنا بقى. لا يبقى انت المقصود تخرب اقوى نادي زي الاهلي بالظبط. ما ينفعش يا استاذ محمد يا قاسم، ما ينفعش، وما ينفعش تهدد الناس بعلاقاتك بناس موجودين فوق دماغنا في السعوديه. وعشان كده دايما بقول، هو عايز اقول لك حاجه، مين اللي عمل مبنى اكبر مبنى اجتماعي في كل انديه مصر باسم وزير سعودي؟ انا. عند المبنى الاجتماعي ما زالوا حتى الان وهيدلوا باسم السيد المستشار تركي آل الشيخ سعودي. تمام. فإذا كانت العلاقات بيننا كده علاقات محترمة، بس دي علاقات أندية ملهاش علاقة بالدول، دول حاجة تانية مختلفة تماما. هو يعني مدرب لاعب الحاجات دي لا تؤثر، علاقات علاقات مختلفة. تاني هو لما بقول لك حد بيطلب مني تركيا أو القطر، لا ده موقف من حضرتك، موقف كويس محترم. أقول لا لا يعني لا، دول الاتنين ضد بلدي. تمام. أنا بسأل برضو تاني سؤال أهو، هو حضرتك لو رفعت سماعة التليفون زي ما كل الناس بتعمل تمام، وبتقول لي والله انا فلان انا محمد القاسم رئيس نادي التعاون من فضلك احنا اللي عندنا رغبه في فلان، خلاص يعني هو كان وارد طبعا. كان وارد لو اتصل، ما عنديش ما عندناش مشكله يا باشا، كنا هنستاذنه. هيبعت 15 يوم من بدايه الدوري السعودي من غير شرط جزائي وادب واحترام شديد، عشان برضو تاني بقول لك. طب لو اتصل دلوقتي وارد؟ لا خلاص بقى، خلاص. اولا المدرب كذب امبارح قدام مصر كلها، انت شفت الفيديو اللي انا عملته من اول ما دخل لغايه ما خرج. تمام. قال لك لا انا مش متعاقد ومش هتعاقد، اذا ده مدرب كذاب. هل السعوديه تقبل بمدرب كذاب خاين؟ خاين خلاص وكذاب. لا طبعا. الشجاعه كانت تقول لا يا استاذ مرتضى انا رايح نادي التعاون السعودي، وانا بعد اذن حضرتك واستاذنت رئيس النادي اقعد الفضل، لان خد مهله اسبوع ساعه. ايه اللي وصله في الزمالك يصل لهذا الامر؟ ايه اللي وصله؟ لا لا ولا هو نفسه اول امبارح انا مبسوط وفرحان وبيضحك وعمل مؤتمر صحفي بعد ماتش الانتاج الحربي، مبسوط جدا جدا. اللي وصلوا الفلوس. الفلوس الفلوس. ومش معقول يا جماعه اي حد معاه قرشين زياده بيعمل كده معانا. يعني ما ينفعش. فانا بقول تاني بخاطب المسؤولين المحترمين في السعوديه محترمه، بقول لك تاني يا استاذ احمد بنتقابل هناك مقابله تليق بالسعوديه وحكامها وشعبها وتليق بمصر. تمام. انا بقول كده، اذا كان ده يرضي وزير الشباب السعودي، هل ده يرضي سمو الامير المحترم اللي عامل تطور كبير في المملكة السعودية محمد بن سلمان؟ لا ما يرضيهوش. ليه؟ لأن نادي الزمالك مش مركز شباب. لا نادي على الأقل بيشجعه ملايين، ومنهم ملايين في السعودية. إن حضرتك يبقى فيه مدرب وفيه استقرار. يعني هو كارتيرون هروب ولا بالتنسيق خلاص الزمالك؟ تعتبره هروب ولا تعتبره؟ لا طبعا هروب يا باشا. هروب. لأنه هو بص أنت عارف، هو لو راح أسبوع مثلا كده وبعدين اتعاقد. انما ده ثاني، ده مش امبارح بالليل الصبح النهارده بيتعاقد. تمام. فانا بقول هو تاني، لا نادي الزمالك يقف على مدرب ولا النادي الاهلي، خلي بالك الانديه الكبيره ما توقفش على ولا بتقف على الكلام ده كله. ولا بتقف على لاعب ولا على الكلام ده كله. الانديه الكبيره دي بتبقى زي الاهرامات، واخد بالك؟ ما مع بس الظروف اللي انت فيها، فاضل لك شهر على بطوله مهمه جدا سواء لبيراميدز في الكونفدراليه او الاهلي او الزمالك، ما ينفعش انك تيجي تخطف المدرب بتاع النادي عشان اديت له فلوس زياده. لما دفع الربع مليون دولار دفعوا المبلغ كام؟ لا ما دفعش يا باشا. ما دفعش للاسف، كذب. ما دفعش؟ لا ما دفعش. ما انا مش هقولها كتفه في المطار. مش معقول همسكه اكتفه. يعني ما كانش جايب المبلغ كاش زي ما اتقال؟ لا لا لا، كذب كذب، ما كذاب كذب.
كذاب. انا بقول لك اللي حصل دي قرصنه بجميع الاصناف. يعني انا متصور ان المفروض الشرط الجزائي كان يتباعت قبل ما يقول انا عايز امشي. نعم. وبعدين انا بقى المتحضر مش معقول يا جماعه هو في المطار هيكتفه. لا طبعا. واخد بالك؟ يعني هات باشك يعني لا دافع شرط جزائي ولا استاذن الزمالك. بالظبط. وحضرتك بتعتبر ده قرصنه وهروب. قرصنه من النادي التعاون. تعاون. مع وهروب وخيانه من الراجل ده. والله العظيم يا استاذ احمد بقول لك تاني كل طلباته مجابه. تمام؟ وبعدين يتغلب المقاولين محدش يتكلم محدش بيقول له انت عملت ايه اصلا؟ يتعادل في اخر دقيقه مع سموحه ولا كان هنا. نهائي. خلاص دي كوره واحنا قلنا ده هنعتبر ده ما فكرتش تزوده شويه يعني تدي له مبلغ ازيد؟ طب انت ما سمعتنيش امبارح قلت له ايه بقى؟ قلت له الاتي عندك عرضين. العرض الاولاني لو انت جاي لك من النادي السعودي ده او النادي الاماراتي لانه ما كانش عايز يقول نادي ايه. اي مبلغ انا هديه لك الفرق هديه لك من عندنا. خلاص؟ في اكتر من كده؟ او ان احنا نستاذن الشهر دون والشرط بالنسبه للشرط الجزائي احنا متنازلين عنه يا عم. وبعدين في الحاله دي كمان لما ربنا يكرمنا وناخد بطوله هتاخد مكافاتها كلها لان هو بدات بيه هو. نعم. لا هو ما كانش المقصود فلوس بس. المقصود اضرب النادي ده في الوقت دون. ليه؟ يعني لان لما اقول لك ان انت ضرب نادي الزمالك دلوقتي. لان لما اقول لك ايه؟ اللي هيدولك يعني اللي هيدولك نادي كذا. انا هديهولك بالملي. لو الفلوس موجود ومستقر اهو. نعم. لو الفلوس على الفلوس كنت الفلوس هتديها له. ما انا قلت له كده علنا ده على الهوا. ده الفيديو اتذاع قدام الملايين. نعم. خلاص ده الاقتراح الاولاني او العرض الاولاني. التاني. فمالكش حاجه التاني. ان حضرتك تقعد معانا الشهر دون وانا استاذن استاذ رئيس النادي. قال لك انا اصلا ما عنديش نادي. انا ما عنديش نادي انا تعبان نفسيا. يعني هو قال ما فيش نادي قدامه. يا باشا على الهوا ده فيديو متسجل. قال انا ما عنديش اي عرض. تمام. فاذا ده هذا الكذاب ينفع يشتغل في دوله الاسلام طلع منها؟ انا مش فاهم. يعني الكذاب ده ينفع يشتغل في دوله اصلا ده بيت ربنا هناك. حضرتك عارف ان التعاون دلوقتي موجود في قطر. نعم. وهو هيطلع على قطر. يا باشا طلع قطر يا باشا. وابحث عن تميم وام تميم. ابحث خلي بالك. وبعدين نادي التعاون ده مش من الانديه الكبيره الضخمه اهلي جده اتحاد جده. لا يعني ممكن يبقى مخطط قطري مثلا. طبعا طبعا, طبعاً. لا مش عايز اقول لك مخطط. انا جالي لا انا جالي رساله من تليفون الولد اللي قلت عليه بتاع المخابرات قبل كده. هبعتها لك دلوقتي. قال لي احنا اللي ندفع له الفلوس. فالقصه بقى عايزين نعرف تمشي ازاي. هبعت لك رساله على تليفونك. نعم. يعني استهداف نادي الزمالك زي ما حضرتك بتقول كده. زي ما بص يا استاذ احمد فاكر لما طلعوا عقود اللعيب عشان يعملوا فتنه. اقتحموا سيستم اتحاد الكوره وسرقوا العقود وبقوا ينزلوا عقود نادي الزمالك. نعم. بالك ف في النهايه طبعا احنا دي انا بعتبر دي ازمه. وازمه كبيره. نعم. لكن احنا عالجناها بسرعه. ويمكن من امبارح بالليل في وفد ما بينامش عشان يجيب مدرب على اعلى مستوى لنادي الزمالك. رايحين فين؟ نعم. رايحين فين؟ يعني لا. فرنسا، سويسرا، انجلترا. والله في كذا مدرب كده ربنا يوفق ان شاء الله خلال 48 ساعه نحسبها. ممكن فيريرا هيرجع تاني ممكن؟ وارد. وارد. طبعا. عينكوا عليه يعني. لا يعني فيريرا كان قابل احمد وامير قابلهم في البرتغال وراحوا له وهو كان عنده مشكله في الرجوع انه كان كتفه تعبه وكان مستني يعمل عمليه في كتفه. كان في شهر 10 اللي فات. نعم. فخلي القصه ففي كلام بدات من امبارح تتواصلوا مع اكتر من مدرب كلام مع معاه وكلام مع غيره تمام. لكن هو في النهايه اللي حصل ده لا علاقه له بالرياضه ولا بالاخلاق ولا بالاحتراف. واخد بال سيادتك؟ انا بسميه قرصنه وهبعت لك دلوقتي الرساله اللي جايه لي من الولد الكلب القطري. بيقول لي احنا اللي هندفع الفلوس. تمام. فاحنا عمالين نتفرج على مهازل لكن في النهايه راينا مش هيتغير في قطر. قطر مش الشعب زي ما انت قلت. قطر الحكام. شعب القطري ده طيب مغلوب على امره. احنا بنتكلم ست مستشار المدرب الاجنبي ممكن يكون في خلال قد ايه؟ ان شاء الله هنعلن عنه خلال 48 ساعه ان شاء الله. 48 ساعه ان شاء الله. عشان طيب اي حد بيبقى عنده ازمه بيبقى عنده لجنه لاداره الازمات. احنا اول حاجه عملناها في لجنه منعقده من امبارح ما بتنامش من امبارح. سؤالي وسؤال الناس هتخوض انتخابات في الجيزه ولا في الدقهليه؟ انت ايه رايك؟ لا رأي حضرتك. والله يا أخي أنا يعني طبعا الدقهلية دي بلدي وناسي وأهلي واخد بالك.
لكن وجالي ناس كتير طبعا من الاخوه في مدغمر دي، انت عارف انا دايما حتى بسميها عاصمه مصر، واخد بالك؟ لكن انت احيانا بتقول مثلا طيب انت عملت مشروعات كتيره في الدائره، هل في حد جديد ممكن يقدم اكتر منك؟ لكن في ناس كتير طبعا من دايره جولي وزاروني وقالوا لي لا دي دايرتك وده مكانك، فان شاء الله ربنا يسهل باذن الله وربنا يوفق باذن الله. وايا كان بقى انا عن اي دايره، انا خادم لدايره مدغمر لان دي بلدي. يعني يا استاذ احمد انت لما نعم اي حاجه بتعملها في مركز سواج عندك تمام، اي حاجه من غير انتخابات بتحس ان عاملها في بيتك. فالاقرب الدقهليه في دايره دايرتك ان شاء الله باذن الله، ده الاقرب ان شاء الله باذن الله. واحمد مرتضى هيخد انتخابات ان شاء الله باذن الله. احمد دايرته دي وعده عن الدقي العجوزه هيخد مره اخرى ان شاء الله باذن الله، وربنا يوفق باذن الله. هو كل الناس نازله عشان تخدم تمام. وانت شفت البرلمان الخمس سنين اللي فاتت دول يا استاذ احمد، انت نفسك اشدت بالقوانين اللي طلعها بالاداء الراجل المحترم الحمد لله. ويمكن انا الفتره طيب قبل ما اقفل عشان وقت حضرتك كمان وقتنا، كارترون بتوجه له رساله في عده كلمات، هما كلمتين خاين وكذاب. اشكرك شكرا جزيلا.